السؤال: أريد أن أبني علاقة مع شيخي، علاقة صداقة، علاقة أخوة، كيف أتصرف؟ علاقة الطالب بالشيخ تبقى علاقة تلميذ بمعلم، فهناك عرف في العلاقة ما بين الشيخ وتلاميذته، هي علاقة احترام وتقدير بالدرجة الأولى. فإذا أردت أن تكون علاقة أكبر مع شيخك تقوم بخدمته، الطالب اللي يخدم أستاذه يكون علاقته أقرب له، على أن لا يكون شيخك هذا أو معلمك موظف، يعني معلم يستلم راتب، هذا ما تقدم له خدمات. فهناك فرق ما بين المعلم الإجرائي والمعلم الأصلي الحقيقي. المعلم الحقيقي يختلف عن المعلم الموظف. أي خدمات تقدمها للمعلم الإجرائي تعتبر رشوة، لأنه موظف يستلم راتب، فما تقدم له خدمات لين تتخرج. بعد التخرج تروح تحب إيده وتحب راسه وتقول له أنا في خدمتك وتحت أمرك طال عمرك، أما قبل لا. أما المعلم الحقيقي غير الإجرائي، يعني يعلمك بس ما يعطيك شهادة، يعطيك شهادة يصير موظف لكن بدون شهادة يعلمك علم حقيقي، هذا تقدم له خدمات طول السنة ما في أي مشكلة. يعني شيخ يدرسك كتاب التوحيد على أصوله، أو يحفظك القرآن، أو يحفظك الحديث، أو يعلمك التفسير أو اللغة أو الحساب والفرائض وغيرها، مثل أساتذة وشيوخ الحرم أو الحرمين أو غيرها من المساجد العلمية في العالم. ولأي علم من العلوم هذا يقدم لك خدمة في الأصل، فأنت تبادر، وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان، وبذلك تكون بينكما علاقة. علاقة تلميذ بشيخه مش علاقة صديق مع صديقه، هذه الأمور تتطور مع الزمن.